هاد الخبر اللي سمعنا هنا في هاد الزنقه ديالنا، يعني هاد الحال ما تيفرحش، فهمتي؟ ونطلبوا من سيدنا الله ينصرو، وهاد الشيء ما خدامش باش قتيل، ولينا نسمعوا القتيل والحريق والشر في كل مكان. نطلبوا من السلطات ونطلبوا من سيدنا يوضعوا حد لهاد الشيء، لانني هاد الشيء ما كيبشرش الامه الاسلاميه بخير. المرحوم احنا كنعرف عليه هاد الرياح الشوميه كدوز من هنا قدامنا، الله عمرها دار درويش وداخل السوق راسها، هذا الشيء اللي كنعرفوا عليها. ومعقوله ماشي زعما شي بنت شريره ولا شي وحده، الله عمرها دار والديها ام ادري واش بها دايره كروسه ديال البصله، مسكين يظل يترزق الله. هذا الخبر ملي يرى مرض الجميع، فهمتي؟ وكل مغرب صين كيسمع هاد الحريق، انسان كيتحرق راه الانسان ما كيتقبلهاش، لكن المسلم في قلبه الرحمه راه ما يبغيش خو المسلم يتحرق، لانني هاد الشيء موجع، هاد الشيء خايب. ما نتمنوش نعاود نسمعوا هاد الشيء مره اخرى ان شاء الله. هاد الشيء اثر فينا راه بحال قلوبنا تحرقوا، لانني كتشوف الانسان كيحرقوا وتيولي فيها. يعني شنو بقى شنو في الانسانيه؟ الانسانيه دون الانسان دون الاخلاق غير انسان غير مكمل، لانني الانسانيه مبنيه على الاخلاق والتكامل والتسامح. الانسان يكون لطيف، يكون رحيم، ما يكونش حاقد ويعيش ممرض. هاد الشيء ما نبغيوش، كنبغيهم يديروا حد لهاد الشيء، نعاود نسمعوا بحال هاد الاخبار. الامن راه خدامين الله ينصرهم، راه مساكن راهم يضلوا هكوك، ولكن هاد الشيء راه هاد الشيء اللي كنسمعوا كيوقع على غفله راه كيفجع صراحه. وشكرا.